سد النكهات. أنا اسمي كفاية محمد طه بقرز، بشتغل طباخة وبروح عند ستات البيوت على بيتهم بطبخ لهم. أول إشي بلشت حياتي من البيت، هذا الحكي من 18 سنة تقريباً. كنت أعمل بالبيت كبة ومعجنات وششبرك وأعياد ميلاد وهذا. بعدين ستات البيوت قالوا لي تعالي عنا على البيت، يعني ليش تضلك ببيتك، لا تعالي عنا على البيت. فصرت أروح عندهم على البيت، ومن يوميها انطلقت وصرت أطبخ. وهلأ بطبخ طبعاً كل الأكل العربي بالإضافة للأجنبي. حابة ومتوقع خير، وإن شاء الله أني أوصل للنهائيات. هلأ إذا ربحت الجائزة، ضايل عندي ابني ضايل له سنة بدرس هندسة ميكانيك طيران، وعندي بنتي رح تاخد تدرس شيف، اقتنعت بالفكرة. أنا بدعم حالي بحالي، وعندي ولادي بدعموني بس، يعني وزوجي يعني بس، هاي ما عندي حدا يدعمني. يعني أنا بحب أني أشتغل، بحب أني أشتغل على حالي، ما بحب أني أخذ استعطاف من الناس. بلشنا من الصفر، يعني بالفعل من الصفر، ما كان عندنا ولا إشي، كنا ساكنين بغرفة واحدة، والحمد لله سكننا هون وكل شيء. يعني وبعلمت أولادي، يعني لأنه شغل أبوهم مش كتير، إنه بيشتغل شوفير تاكسي، فبقولهم يعني لو ما أنا اشتغلت على حالي وزبطت وضعنا ما كان درسته، يعني ما كان وصلت لهالنتيجة. أي إشي بالحياة تقدر تستغني عنه، بس الأكل ما بتقدر تستغني عنه. بالعكس كتير لذيذين، أنا لما شفتهم بالمقابلة الأولى كانوا كتير لذيذين، يعني وإن شاء الله إنه أقدر إني أتحدى. هي أول مرة بالحياة إني بخوض هيك تجربة، فطبعاً يعني إلا يكون في ناس دارستها دراسة. أنا مش دارستها دراسة هاي الإشي، أنا أخذتها عن خبرة وللحاجة. صرت أجيب كتب وأطلع على جوجل وأفسر وأجيب كتب أجنبية، يعني أساس إني أعرف أطول الرسبي وأتحدى فيها يعني. وكنت لما أدوق زبايني كيفوا على الإشي، لأنه يعني متعوب عليه.